السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتعلم مع بعض كيفية تصميم مثل هذا الشعار باستخدام موقع الكانفا. كيف ما واضح أمامكم، الشكل عبارة عن مثلث وفي خطوط تقصها في المنتصف وكاتب من تحت اللي هو أحمد كامباني على اسمي أنا. فإلا نفتح موقع الكانفا، أول ما تكتب www.canva.com ادخل على اللوجو مباشرة. تفتح اللوجو، اللوجو هو عبارة عن تصميم شعار. فأول شيء نضيف المثلث متاعنا، ندخله على Elements، ثم بعد ذلك الشيبس ندير سي اول هو فتح الكل، ثم نختار اللي هو المثلث، نضيف المثلث، ثم بعد ذلك نضغط ضغطة في الفراغ ونرجع المثلث من جديد ونحدد لون معين وليكن اللون هذا. ثم بعد ذلك نجي نكبره شوية وليكن بالكبر هذا، ثم نحطه في المنتصف بالكيفية هذه، أهم شيء يكون في منتصف الورقة. بعد ذلك نضيف اللي هو الأشكال الخطوط كيف ما واضح أمامكم في اللي هو صورة اللوجو هنا. فنجي أول شيء اللي هو نمشي للإليمنتس من جديد، تأكد إنك أنت تختار اللي هو الشيبس، تيجي تختار اللي هو الخط اللي هو اللاين. بعد ما تختار اللاين تعال هنا لللاين كولر وتحدد لون معين اللي هو اللون الأبيض. ثم هنا نبي نكبره الخط شوية اللي هو العرض بتاعه وليكن بالكيفية هذه. ثم ندوره كيف ما واضح امامكم، ندوره بالكيفيه هذه كويس، نقول له دورنا هيك ونحطه تقريبا في المنتصف، ثم ندير كنترول سي كنترول في نسخ لصق، ثم ندوره هذا تدوير وليكن تدويره وليكن هكذا، ونديره طبعا نحاول كيف قدر الامكان نخليه بالكيفيه هذه، ثم نكبره فوق هذا ونديره لعند هنا كويس. خلينا نشبح الشعار كيف درته. ايوه في خط ثاني هنا، فنجي نحدد نفس الخط هذا وندير كنترول سي كنترول في ونديره هنا. حلو الكلام، هذا هو التصميم تاعي ده في السريع. بعد ذلك نجي نكتب اللي هو نجي في التكست نختار اما اد هيدنج او تكتب تضغط على حرف التي من الكيبورد، تقدر تكتب اللي هو كتيبه ونكتب اللي هو اسم تاعي احمد كامباني. ثم بعد ذلك نجي نحددها وننزلها اسفل بالكيفيه هذه، ونحدد لها لون، نختار اللون اللي هو اللون نجي لهذا اللي هو add new color، ثم ندير لها match او pick a color نفس اللون هذا وكده باللون هذا، ثم نجي نكبره شوية ثم نحطه في مكان المناسب في المنتصف، ثم نجي نحدد له اللي هو خط معين اللي هو اسم امستردام AMS امستردام 4 اللي هو هذا اول واحد. لو كان عاجبك هيكي تقدر تكبره شوية، تقدر تحطه في المنتصف طبعا، فاني خلي نكبره شوية تاني وليكن أصغر من هيك بشوية وتحطه في المنتصف بالكيفية هذه. بعد ما كملت خلي نحدده كله ونقيمه شوية فوق بالكيفية هذه، ثم نجي نفس الشيء أمستردام نكبرها ننزلها شوية ونحطها مشي في منتصف المسافة أهي كويس. بعد ذلك تجي اللي هو تمشي للشيب او عفوا للشير وتدير اللي هو داونلود، طبعا هذه عبارة عن الصفحة الاولى فنختار، مش هيعطيك عدد صفحات فتختار الصفحة هذه، ثم تدير داونلود تديرها تحميل، ثم بعد ذلك تتحمل، ثم تدير اضافة صفحة جديدة، ثم تجي اللي حملتها الصورة اللي هي هذه تدرجها هنا، ثم تكبرها على كبر اللي هو مساحة اللوجو بالكيفية هذه. علاش انا اتكي؟ لان بنحي اللي هو الباكنج جراوند كلر اللي هو الخلفيه، بنحي الخلفيه البيضاء، فنحددها نمشي الايديت ايمج ونجي من هنا ندير باك جراوند ريموفر نمسح اللي هو الخلفيه البيضاء وهكي نحيت الخلفيه البيضاء، ثم نمشي ندير شير، بعد ذلك نختار داونلود ومن هنا نحدد الصفحه الثانيه ونديرها ترانسبرنت باك جراوند، تحدد هذه العلامه صح، ثم ديرها داونلود. بعد ذلك نمشي لموقع الفوتوبي اللي هو www.photopea.com ونمشي نختار التمبلت اللي هو القوالب، ثم اما تحدد هي او تمشي الموك اب وتبحث على اللوجو موك اب هذه، ثم تفتحها مره ثانيه يفتح معك اللي هو الشيت تقدر تعدل فيه، ومن هنا نحدد هي نقطه دبل كليك، ثم نبي نخفي يعني هذه ننحي على علامه العين، ثم ندرج الصورة الأخيرة اللي حفظتها اللي هي هذه، وهذا هو الشعار متاعي. ثم بعد ذلك نمشي للفايل وندير سيف سمارت اوبجكت هيك درت حفظ، ونمشوا نشوفوا التصميم تاعي كيف شكله. هذا هو التصميم تاعي شكله جميل. آخر شيء نحفظوه ندير سيف أو فايل
export as png تحدد الابعاد متاعك اللي تناسبك دير سيف دير تحفظ وهذا هو التصميم متاعي في النهايه هذا هو التصميم متاعي في النهايه نتمنى تكون قد استفدتم معي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.